فن الدعاء كما قلنا يحتاج إلى ما يسمى بالقلوب الضارعة، وسبق أن ذكرنا أركان هذه الضراعة: إخلاص التوحيد والدين والعبادة والتوجه والطاعة والعمل لله رب العالمين، واستحضار القلب حتى لا يذكر اللسان وحده، فذكر اللسان مقبول وذكر القلب وحده مقبول، وذكر القلب مع استحضار اللسان وذكر اللسان مع استحضار القلب هو الغاية التي نريد أن نصل إليها. والعزم، لا تقل إن شئت يا ربنا فافعل وإن لم تشأ فيعني الأمر لك، ليس هكذا يخاطب الإله القادر القوي، بل اعزم المسألة واطلب، فإنك تطلب من كريم.